منهج علمي هو نور وبيان. Listen to in unit 2 we were talking about spelling two letters. في الدرس الثاني في الوحدة الثانية هنبدأ نتكلم دلوقتي ازاي نعرف نتهجى كلمة مكونة من حرفين او ثلاث حروف. احنا ساعات بنسميها these are the families، زي العائلات كده، اللي هو ازاي بنبدأ الاول بالفاول وبعد كده بنحط وراه الكونسونانت. اولا بنبدأ بالحرف المتحرك وبنحط وراه الحرف الساكن، زي ايه؟ زي أ ام 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 اللي هو معناه اكون. اوكي a m an a m an. وطبعا an دي أداة نكرة بنحطها قبل الأسماء المفرد اللي بتبدأ واللي بتكون الكلمة فيها بدأ بحرف متحرك، ده طبعا هنشرحه باستفاضة بعد كده لما بنبدأ ناخد في الجرامر. اوكي the third word عندنا تالت كلمة، عندنا هنبدأ نجمع الكلمة من ثلاث حروف. احنا خلاص عرفنا نتهجى الا والان، بقت ان ان، نضيف لها اخر حاجة ت تبقى انت 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 اللي هي النملة. Let's read and repeat these two letters together. يلا نقرأ ونكرر الحروف دي مع بعض. هنقولها ازاي؟ A M M A M M A N N A N N A T AT A T AT A D AD A D AD A G AG A G AG p app app app. يبقى على بعضها هنقولها ازاي؟ ag am app at an add. again ag am app at an add. ودلوقتي هنبدأ ناخد كلمات مكونة من ثلاث حروف. We will spell words with three letters. أول مقطع هنشتغل عليه اللي هما الحرفين اللي مع بعض، الأ مع التا اللي هي بتدينا الصوت at at. طيب لما نحط قبل الات ك ك كات، بقى اسمها كات كات اللي هي معناها قطة، يبقى ك at cat ك at cat cat معناها قطة. طيب تاني حاجة نحطها قبل مقطع at اسمها hat 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 اللي هي قبعة، يبقى ه at hat r at rat r at rat اللي هو الفور. ممكن نحط الكلام ده في جملة سهلة وبسيطة نوضح بيها للطفل أكتر. لما نقول له A cat is in the hat A cat is in the hat. again A cat is in the hat. هنبدأ في lesson 3 واللي احنا لسه فيه بنكمل الشورت vowel A، ودلوقتي هننطقه مع الكونسنانت ده اللي بيدينا الصوت add add. وفي المرحلة دي خلاص بنخلي الطفل هو على طول يبدأ يتهجى مع نفسه، ما نساعدهوش. هيبص على اول حاجة على اول لتر اللي هو دي، وهو عارف صوته خلاص هيقول لنا ده ده تمام. والمقطع اللي بعده اسمه اد، يلا بقى نجمع كلمة على بعضها هتبقى داد داد داد. اوكي what's the meaning of dad؟ يعني ايه داد؟ داد يعني اب. يبقى خلاص هو كده حط رجله على اول خطوة صحيحة، وهيقدر بعد كده يتهجى اي كلمة بسهولة ان شاء الله. طيب الكلمة اللي بعديها هنعملها ازاي؟
اول صوت اللي هو صوت اد. ها نجمع بقى على بعضها هتبقى ساد ساد. ها what's the meaning of sad؟ ساد يعني ايه؟ ساد يعني حزين. طيب تالت كلمة عندنا اول صوت حرف البي، طبعا هو اول ما يشوف حرف البي هيقول ب ب. تمام نكمل بقى ب ايه؟ ب باد. برافو باد 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 اللي هي معناها سيء باد. شورت فاول أ مع الكونسونانت ب ب ب هيدينا اب اب. يلا برضو الطفل هو اللي هيقول لوحده على طول، يحط ايده على اول حرف ويقول ت اب تاب. يبقى هو يتهجها على مرتين، اول حاجة يقول ت واللي بعديها اب، نجمعها بقى كلها مرة واحدة هتبقى اسمها تاب تاب. What's the meaning of tab؟ يعني ايه تاب؟ حنفية. يبقى حنفية يعني ايه؟ يعني تاب تاب. اوكي ها next word الكلمة اللي بعديها اب ماب 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 يعني خريطة. يبقى خريطة يعني ايه؟ ماب، وماب يعني خريطة. اوكي الثيرد وورد تالت كلمة عندنا، وبرضو نبه تاني ان الكلمات دي الطفل يتهجاها لوحده، احنا بس قاعدين معاه بنساعده. هو اول ما يشوف letter C هو عارف ان الساوند بتاعه ك ك، هيقول ك اب كاب ك اب كاب. ها what's the meaning of cab؟ يعني ايه cab؟ الكاب يعني الكاب احنا بنلبسه على راسنا اللي هي القبعة. يبقى نحاول نقول الجملة مع بعض a cab is on the tab a cab is on the tab a cab is on the tab.